ضيفنا من بغداد، إذا ما كان الحال هكذا، إذا ما كان الحال أن التيار الصدري يعني ينسحب من هذه العملية الانتخابية، وطبعا التيار الصدري طبعا حتى وإن كان انسحب شفهيا فقط نعلم، لكن هو مكون رئيسي من مكونات الحياة السياسية في أو الحزبية في العراق. إذا كان انسحب التيار الصدري، إذا ما كان هناك مرشحون أعلنوا أنهم تلقوا تهديدات إذا ما استمروا في العملية الانتخابية، إذا ما كان الحراك الشعبي وتنسيقية تشرين تقول أنه لم يعد لديها ثقة في الانتخابات، على أي حال ستجرى هذه الانتخابات؟ كيف سيكون حالها يعني؟ سيد العزيز، في البداية دعني أحييك وأحيي ضيوفك الكرام وجميع متابعي أهلا بك مشاهدي قناة يعني لم يكن الصوت واضح بالشكل الجيد، لكن على ما فهمته من السؤال يعني اليوم نتحدث عن الانتخابات. أولا خلي نتحدث عن مسألة مهمة، أن الانتخابات جاءت نتيجة لمطلب شعبي من خلال التظاهرات التي جرت في عموم العراق، وبالتالي كان المطلب هو عملية الذهاب إلى الانتخابات مبكرة. هذا المطلب اليوم بعد يعني أن تحقق هذا المطلب ويعني أصبح قيد التنفيذ، هنالك اليوم نلاحظ رغبتين، رغبة علنية ورغبة سرية. الرغبة العلنية تتبناها بعض فصائل أو بعض يعني بعض نشطاء تشرين، وهي الدعوة إلى عدم الذهاب إلى الانتخابات، والبعض منهم هدد بأنه في حال أجريت هذه الانتخابات فإنه سوف يعني يفشل هذا العرس الانتخابي في 10 محافظات في الوسط والجنوب، وهذه المسألة يعني عبر وسائل الإعلام واضحة ومعروفة. القسم الآخر هو القسم الصامت الذي يعمل بصمت بالتأكيد، والذي يعني يتمثل في رغبة المكونات السياسية في عدم إجراء هذه الانتخابات في هذا الوقت. نعم هناك إشكاليات كثيرة، اتفق ما تحدث به الزميلان، لم تستطع الحكومة أن تعالجهم بشكل كبير. نعم لحد هذه اللحظة عملية السلاح المنفلت لم يتم معالجتها بشكل كبير. الحديث عن الذهاب إلى انتخاب الحديث عن الذهاب إلى انتخابات مشفافة ونزيهة أيضا يعتقد المواطن أنها قد لا تتوفر في ظل هذه الأجواء. طيب اسمح لي يا دكتور مناف، اسمح لي، كان سؤالي كيف سيكون حال هذه الانتخابات إذا ما أجريت في ظل هذه التهديدات، كيف سيكون حتى الحال بعدها؟ يعني عملية إجراءها في ظل هذه الظروف يعني أعتقد عملية انتحار سياسي اليوم، خصوصا يعني بعد انسحاب السيد الصدر من الانتخابات وانسحابه من دعم الحكومة، وأعتقد أن انسحاب السيد الصدر سيكون له تأثير واضح، تحدث عنه الكثير من الزعماء السياسيين، وبالتالي يعني حتى وإن شارك التيار الصدري في الانتخابات لا أعتقد أن نسبة المشاركة ستكون بنفس المستوى إذا ما شارك السيد مقتدى أو إذا ما حث السيد مقتدى أنصاره وأتباعه إلى الذهاب إلى الانتخابات. بالتالي أعتقد الموقف محرج جدا بالنسبة للحكومة العراقية حتى بالنسبة إلى الأمم المتحدة. يعني كان هنالك بعض التسريبات تقول أن الأمم المتحدة اليوم ترى أن الانتخابات قد تكون غير مفيدة إذا ما تمت في تشرين القادم، وبالتالي كل هذه المؤشرات تدل على أن عملية إجراء الانتخابات قد يكون أمرا صعبا جدا، أو قد تكون عملية انتحار سياسي. بالنتيجة لن تستطيع لا الحكومة ولا الكتل السياسية، حتى إذا شاركت الكتل بجمهورها الحزبي، لكن لن تستطع أن تحقق الغاية الأساسية من إجراء هذه الانتخابات، وهي أن يكون هنالك تغييرا حقيقيا في المشهد السياسي العراقي، وأن تكون هنالك عدالة في عملية يعني تنفيذ هذه الديمقراطية، في عملية اختيار المرشحين، وفي عملية الشفافية والنزاهة التي يطالب بها المتظاهرون والذي يطالب بها المواطنون بشكل كبير وواسع. بالنتيجة اليوم الصراع الانتخابي سواء كان ما بين المكونات السياسية أو حتى ما بين القوى الناشئة والقوى الجديدة التي تسمى بالقوى التشرينية والقوى الكلاسيكية، هي بالنتيجة يعني أعتقد صراع محتدم، وقد لا ينبئ اليوم أو قد لا يسمح اليوم بإجراء هذه الانتخابات في الموعد المحدد.